اخبرنا قتيبه بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس